محمد الشيخ نقول ألف مبروك مرة أخرى، بس مباراة تعور القلب صراحة في الدقائق الأخيرة، كانت مقلقة. مقلقة المباراة جدا أبو بدر لعدة أسباب. سبب قيمة المباراة بالنسبة للاعبين ويعرفون أنها منعطف خطير جدا ما قبل هذه المباراة ليس كما بعد هذه المباراة، لأنك خلاص حتكون أمام خطوة واحدة بس من العبور للمونديال، وبالتالي هذا القلق. أنا أعتقد أن رينارد كان يشعر بهذا الأمر، وبالتالي كما أتصور أن رينارد قال للاعبين أنا أحتاج الروح في المقام الأول قبل التكتيك وقبل المهارة، وبالتالي بالفعل كانت القتالية واضحة، وهو ما أخفى شيء من الروح، في مقابل أن منتخب عمان أيضا يعرف أنه هذا هو الخيار الوحيد والفرصة الأخيرة من أجل المنافسة على المركز الثالث. أضف إلى هذه نتيجة مباراة استراليا واليابان وفوز المنتخبين زاد من الضغوطات، كلها مجتمعة تجعلنا نخلق العذر للاعبين اليوم بعدم الظهور بالمستوى اللي كانوا عليه في المباريات السابقة. النتيجة كانت هي الأهم بأي اعتبار آخر، وتحققت النتيجة. حينما أردنا أن تحضر الروح بعد تسجيل الهدف تصاعد المستوى والروح معا حينما اطمأن اللاعبين، وهذا ما يؤكد على المباراة كانت فيها ضغط نفسي كبير. لو سألتني يا أبو بدر أنت من ترشح من بين مجموعة اللاعبين، أنا حقيقة رغم أني ما سألتك بس يلا تفضل. يسأل ويجاوب هذا. فأنا أقول صح أنه هتان نزوله غير من مسار المباراة، ولكن في رأس البريكان كان يقوم بدور وظيفي جدا مهم، ويبدو أن رينارد أعطاه مهام. واحدة من هذه المهام هو التسجيل طبعا كمهمة أولى، الثانية هو النزول وتبادل المراكز مع فهد مولد، ولذلك كان يقوم بدورين وظيفيين داخل الصندوق وخارج الصندوق نجح فيهم اثنينهم بامتياز، وبالتالي أنا أرشح أنه فراس البريكان يكون هو رجل المباراة.